أخبار اليوم. ميسون الشاعرة يعني استطاعت في فترة قليلة انها تثبت نفسها كمان كروائية من خلال رواية اولى هي رواية الحانة، ثم الرواية اللي تفضل اسم محمد وقال انها فعلا بقالها 7 سنوات تعمل فيها. وعايز اقول بس كده حاجه في الكواليس، ان ميسون من النوع اللي ما بيسيبش كتابه قبل ان يجرى عليه تعديلات متعدده، فمن الممكن انها تشقلب الحاجه مره، يعني بحيث ان بالفعل ان هي كائن او فنان ممسوس جدا بالكتابه، لدرجه ان من الممكن الامر يعاد اكثر من مره. هذا بالنسبه للشعر. يعني منصه والاستاذ ميسون صافي من تحقيق هذه الفرصه وصف قارئه، لانه لعل الكثيرين من الزملاء الاعزاء وأغلبهم من النقاد والمبدعين يتساءلوا ما دور قارئ عادي صحيح جاء من عالم الكتابة في مجالات أخرى لكي يتصدى لعمل رواية. يعني بارت قال والبنيويين والجزء من ما بعد البنيويين كانوا يتحدثوا عن موت الكاتب. موت الكاتب أدى إلى إحياء القارئ، دور القارئ. فاعتبروا أن هذه المداخلة هي حضور للقارئ في حياة الرواية العربية التي تشهد حالة من الازدهار منذ أكثر من 2 ويزيد. أنا الحقيقة يعني على مدار أكثر ما يقرب من 45 سنة مجال الإنتاج، الحقيقة أنا ونشرت روايين كثيرين، لكن ما شفتش مدى الاهتمام والقلق اللي هي صدرت لجهودي وصدرت إدارة النشر وإدارة الإنتاج. أنا عارف إن هي بتصعب أكثر، فأنا قلت طب أنا قدامي شهر، طب إزاي أنا هقدر أطلع لها الرواية دي تصعب أكثر؟ يعني لا، أنا أعرف إن بيكون بقى من الساعة 12 ساعة قبل ما تجيني بعض الفرصة. الحقيقة هي كانت قلقانة جدا، وكانت تيجي من أول نهار لآخر النهار، ورغم ان كان في مدام محمد سلطان هي المسؤوله عن هذه الروايه كمان، الا انا اتدخلت في ان انا عايز انجز هذه الروايه، لان انا المسؤول قدامها مش العاملين معايا في الاداره. الحقيقه ما شفتش حد من الروائيين عمل لها نشاطهم ان كان يقعد على الكمبيوتر يصحح كلمه كلمه، رغم ان احنا عندنا ستاف وعندنا محررين وعندنا مراجعين وعندنا كلمه وهي الان هتيجي من الصعوبه الاخرى. انا كنت بشفق عليها لان عندها ظروف صحيه بالنسبه لها او حاجه زي كده، كانت عندها قلق كبير، لكن انا اعتقد ان ده دليل على مدى اهتمامها بالعمل اللي هي قدمته والجهد السنوات السبع اللي هي بدات فيه. ماذا اقول؟ انا الحقيقه ما زلت مصر وجهه نظري انا الشخصيه ليست مقابله لميسون صح، ان هذه الروايه هتكون من اهم الروايات اللي صدرت في مش في مصر بس في العالم العربي في هذا العام 2016، واعتقد ان الايام هتثبت. الزمن الطويل لم ارها او يعني التقينا مرارا سريعا في الفتره الماضيه، كتب حاجه كبيره يعني اعتقد بكم، يعني مررت بظروف كثيره الفتره الماضيه، فكان هذا فرصه للقائنا مع بعض. اما عن الروايه فيعني هي بخير، اتمنى انها تعجبكم كما يعني يقولون عنها. هي كانت محاولة ثانية بعد ريحانة عن الكتابة عن الخليج، ما بين الخليج ومصر، يعني دائما أنا كتبتي ما بين مصر والإمارات، وهي أحد الإنسان كما قال الصديق جمال أنه الواحد يكتب من ذاته.
كان همني في هذه الكتابة حاجتين، أولا فكرة الاستعمار الذي يذهب يعني يجرف الأرض التي يحتلها ثم يتركها ويقلل قيمة هذا الشيء ليذهب إلى مكان آخر يجرفه أو يحول الأول اللؤلؤ ثم النفط ثم المكان ثم التاريخ، فهذا بهذا المعنى لا يعني الإنسان الحقيقي صاحب هذه الأرض. أيضا همني شيء آخر هو فكرة أن هذا الغنى وهذه الحضارة الكبيرة التي نشاهدها في العالم هي مبنية على دماء وقتل آخرين تعبوا واستهلكت حياتهم وصحتهم من أجل لغة يتزين فيها.